خلال الحفل الذي أقيم في قاعة كنيسة مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك بمنطقة مرج الحمام، وقع الأب جورج شرايحة على كتابه الجديد والذي جاء بعنوان حوارات أمام الله والناس، بمشاركة جموع من الآباء الكهنة والراهبات والمدعوين. إلى المزيد. قدم قدس الأب جورج شرايحة كتابه الجديد بعنوان حوارات أمام الله والناس، الذي يحتوي على مجموعة من الحوارات النثرية والمقالات الروحية، وذلك خلال حفل أقيم في قاعة كنيسة مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك بمنطقة مرج الحمام، برعاية الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن. وحضر حفل التوقيع قدس الأرشمندريت الدكتور بسام شحتيت، النائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، ولفيف من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية المختلفة، وجمع من المهتمين والمدعوين. وخلال الاحتفال قدمت السمعان إيجازاً عن كتاب الأب شرايحة، والذي شاركت فيه من خلال كتابة مقدمته، حيث شكرت الأب شرايحة على إنجازه هذا، والذي يوظف في ثناياه جوانب عدة تجمع على كلمة المحبة وأهميتها في حياتنا وعلاقتنا مع الآخرين. أجد في كتاب أبونا جورج هذا الذي يحتوي على مقالات وحوارات وأشعار نثرية رصدت في هذا الكتاب القيم. إن هاجسه الأول هو التأكيد على كلمة المحبة وأهميتها في حياتنا وعلاقتنا مع الآخرين، وكيف أن كلمة المحبة صارت اسماً لله، والتي نادى بها السيد المسيح له المجد. أما في الهاجس الثالث، حيث يعرج ويتحفنا في شعره النثري المفعم بحب الحياة والوجود والتصوف والإيمان، سابحاً في رحم الحياة اليومية للإنسان، تاركاً لي مساحة من التأمل وفسحة من الأمل في غد مشرق مليء بالمحبة والإيمان المسيحي. راجية من الله كل التوفيق والنجاح للأب جورج، ومزيداً من التألق والإبداع دائماً، وأيضاً في مسيرته الكهنوتية والإيمانية، وشكراً لكم. وتحدث الأب شرايحة بإيجاز حول كتابه، شاكراً كل من ساهم في إنجاز هذا العمل الجديد، معبراً عن امتنانه لكل من شارك في هذا اللقاء. لقد بدل يسوع قلوب البشر بالمحبة، وعلمنا كيف نصل بصلاتنا إلى قلوب الناس. شكراً لكل من لبى دعوتنا اليوم من الأخوة الكهنة والأخوات الراهبات، كل الأخويات وكل الأصدقاء والمحبين هذا الجمع الكريم. حوارات أمام الله كانت وصارت اليوم أمامكم، كانت أمام الله وصارت اليوم أمامكم جميعاً. أتمنى أن تنال هذه الحوارات إعجابكم. وفي ختام الحفل وقع الأب جورج شرايحة على النسخ التي وزعت على الحضور، متبادلاً معهم الصور التذكارية.